انا من جديد في فير بلاي نبداو في استقبال ضيوفنا والضيف اليوم سعداء جدا باستقبال الكوتش التونسي لسعد الشابي بعد تعاقده مع فريق مغربي جديد باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول التجربه الجديده اللي استنى فيها في المغرب من عنده هو كوتش لسعد جردة الشابي. كوتش اهلا بيك. اهلا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين اكسبريس فام. مرحبا بك كوتش، دونك سعداء جدا بوجودك معنا، وايضا تجربه جديده السنه فيك اكيد مهمه مع فريق مغربي يعتبر من واحد من اقطاب الكره المغربيه في السنوات الاخيره. الحمد لله، يعني مضيت عقد بسنتين مع فريق اللي فيها الحسن الجديدي اللي كان يدرب فيها عبد الحق الشيخة، وان شاء الله ربي يكون معنا. شنو الاهداف حطيتوها كوتش في التجربه هذه مع الفريق الجديد؟ الاهداف كانت ان شاء الله باش نكونوا بين المراتب السته الاولانيين، وكما العاده اذا كان الكوره مشات معنا واذا كان الاصابات ما ضرتناش ان شاء الله نكونوا بين الاربعه الاولانيين وندخلوا يعني نشاركوا فريق خير. كاين تفكرني شويه بالتجربه نتاع الاتحاد المنستيري، الفريق بدا الهدف نتاعو السته الاولانيين هكذا اللي وبعد لقى روحه يلعب على الالقاب والتتويجات، تشبه شويه ولا؟ نفس الكلام، انا نفكر العقد نتاعي اللي كان مع الاتحاد المنستيري كان بالسته الاولانيين كملنا اللي في المرتبه الاولانيه، فهمتني؟ وبعدش كملنا سيزون ثروزين بلاس، هزينا كاس تونس، يعني نفس الاستراتيجيه ونفس البروجي. الفريق هذا كيف ما ننساش مرنوه مدربين كبار ياسر، حسن شحاته وما ادراك اللي خط من المرنين الكبار في مصر، مرتين كاس افريقيا كمدرب المنتخب المصري، دربوا بادو زاكي، دربوا جمال السلامي اللي فاز بالبطوله مع الرجاء، دربوا عبد الحق الشيخه نعرفوه في تونس اللي فاز بالبطولة التونسية معنا بالإفريقي، يعني المدربين الكبار، وإن شاء الله ربي يكون معنا، وإن شاء الله نشرفوا رؤية المدرب التونسي. وأكيد نضم منهم لسعد الشابي أيضا من الأسامي المهمة في السنوات الأخيرة في تونس بفضل تجارب مهمة خاصة في الاتحاد المنستيري، الرجاء البيضاوي أيضا المغربي وكذلك في النجم الساحلي. دونك كوتش، ظهر لي حتى حفل الاستقبال اللي تم اللجنه الصحفيه البارح توري ان الفريق هذا المغرب اكيد فريق من اعلى طراز، رغم اللي وظهر لي حتى المغاربه بعدوا علينا برشا، وهذا اللي خلاك يمكن تخمم تكمل تخدم في المغرب. لا، انا فرحان كي نبدا في بلادي، فرحان كي نبدا في تونس، عندنا فرق كبار، عندنا كوره باهيه، احنا قاعدين نشوف المنتخب نتاعنا مترشح لكاس العالم ثاني مره بعد 2018 نلقاو روحنا 2022 موجودين في كاس العالم، فما بلدان اخرى تتمنى باش يصير لها نفس المصير كما تونس. قاعدين يعني ان شاء الله بقدره ربي اسماء الفرق التونسيه ترجع في الشامبيون ليج وترجع في كاس الكونفدراليه بقوه، لكن بطبيعه الحال مكتوب. انا جاني عرض، عدد عروض جاتني من الجزائر، عدد عروض جاتني من السعوديه، لكن قبلت بصراحه تامة باش نكون في فريق الدفاع الحسن الجديد. شفت البروجي، شفت اني كنت ملاعب وقت اللي انا صغير كنت نحبه ياسر، اليوم انا فخور اللي خدم معاه اللي هو عزيز بودرباله نعرفه في تونس مدير رياضي، والحمد لله نحس بروحي مرتاح واني نخدم في جمعيه اللي ربما نجم نعطي كل ما عندي. ان شاء الله. قلت لي جاك عروض من الجزائر ومن السعوديه، من تونس ما كانش فما اتصالات مع حتى فريق؟ ما نكذبش عليك، تونس ما جاني حتى عرض، الفتره كانت صغيره ياسر، حتى العروض تعرف انا ماذا بين نتكلم على العروض الجاده، العروض اللي تبدا 100%، لكن اذا كان العروض هذه ما صارتش بالنسبه لي انا حاجه وفات، لكن الحمد لله اليوم نلقى فريق اللي انا فرحان باش نكون المدرب نتاعو. حتى في المغرب ايضا نعرف وينك كانوا فما تروا بيست، علاش اخترت البيست هذه نتاع الدفاع الحسن الجديد؟ والله ما سمعت السؤال مره اخرى. قلت لك حتى في المغرب ايضا كنت نعرف فما ثلاثة عروض، معناها ثلاثة مع تروا كونتاكت معناها مع فرق مغربية، علاش اخترت البيست هذه بالذات نتاع الدفاع الحسن الجديد؟ والله الاختيار كان كما قلت لك
شفت ان النادي هذا رغب اكثر بصفه عامه، رغب اكثر اني انا نكون المدرب بتاعه. شفت ان الرغبه الكبيره من الرئيس، شفت الرغبه الكبيره من المدير الرياضي، شفت البروجي اللي ماشي فيها، شفت كيف انه كان فما مدرب راني فيهم اللي انا نحترمه ياسر ونعرف العمل اللي يقوم به اللي هو عبد الحق بوشيخه، هذا اللي شجعني باش نكون المدرب في النادي هذا. حكيت معاه بوشيخه معاه صارت باساسيون على ليكيب؟ لا بوشيخه الان موجود في فرنسا، انا بقدرة ربي نعرف باش يرجع المغرب، وان شاء الله اول ما يوصل المغرب يعني يكون اتصال ونقعد مع بعضنا ونحكيو شوي على الشريق هذا. ان شاء الله نتصور اسهل باش تكون من التجربه الاولى مع رجاء، باعتبار انك تعرف المغرب اكثر، تعرف الفرق المغربيه اكثر، الملاعبيه اكثر، هكا ولا؟ الحمد لله بطبيعه الحال انا خدمت في البطوله المغربيه، هذه افونتاج سهل لي الماموريه، كما الماموريه اللي صارت في المسير. كنت نلعب في تونس حتى رجعت المسير نلقى متبدل علي حد شيء، افكار الملاعبيه، تقاليد الملاعب التونسي، دونك كل بلاد كي تبدا تعرفها اسهل لك، وخاصه اسهل كي يبدا المدرب يحكي لغه الملاعبيه. انا ديما نقول انا ضد ديما باش نجيب مدرب فرنساوي ولا مدرب الماني ولا مدرب انجليزي اللي ما يحكيش لغه الملاعبيه، يولي الملاعبي يحضر في روحه لونترينمون ويحضر في روحه في الدار كيفاش باش يتكلم مع المدرب بتاعه. ودي شفت البلدان المتقدمه اليوم جلها تجلب مدربين اللي يتكلموا اللغه، اذا كان في المانيا لازم يتكلم اللغه الالمانيه، اذا كان في فرنسا لازم يتكلم اللغه الفرنسويه، واذا كان في بلد عربي لازم يتكلم اللغه العربيه، حتى تسهيل يعني الكوميونيكاسيون مع اللاعب. وهذاك ربما انا في المغرب ولا في تونس نلقى روحي احسن المرة من بلادي اللي ربما ما ننطقش اللغه نتاعها باهله. بعد التجربه نتاع ايتوال كوتش، انت خيرت تبدا الموسم من اول وجديد، ما كانتش فما عروض باش تكمل مع فرق اخرى في الموسم الماضي، حبيت انت شويه منك انت انك تكون تبدا من الاول على قاعده صحيحه في موسم جديد؟ لا، بعد ايتوال جاني عرض ما نرفضه، حبيت نرتاح، حبيت ناخذ فريق يعني من اول سيزون، حبيت ناخذ فريق اللي انا نحضره، وهذه كانت حاجه من اختياراتي يعني. واضح. تك صح، شكرا لك كوتش، بالتوفيق ان شاء الله في التجربه الجديده هذه ليك. ميرسي يا خويا، ميرسي بوكو. دونك كان معنا لسعد الشابي المدرب الجديد للفريق المغربي الدفاع لحسن الجليلي، كنا حكينا معاه على تجربته الجديده في المغرب مع الفريق، واحد من عمالقه الكره المغربيه، واحد الفرق المحترمه نقولوا في المغرب، نعرفوا فما الرجاء والوداد هذم الاقطاب الكره في المغرب، بعد فما كوكبه اخرى من الفرق اللي تجي، بعض الفرق هذم ومنهم الدفاع الحسني الجليلي المغربي. ان شاء الله لسعد جرده كما كنت نحكي في تجربته مع الاتحاد المنستيري تقريبا كان نفس الاوبجيكتيف انه يكون في وسط التابلو، لكن قاد الفريق باش يمشي لبعيد في البطوله وقتها اللي كان مدرب الاتحاد المنستيري. ان شاء الله لما لا يحقق نتائج ممتازه مع الفريق هذا، لما لا مشاركه افريقيه في المواسم المقبله. مازلنا مكملين في البلاي حتى 5:30، مزيكا الاخبار وبعد رجعينا.